1-1. استلام على طول من جانب رابيو، فلاوفيتش على موعد فيديريكو كيزا القادم من نادي فيورنتينا. مرة تانية سوسو، عدى سوسو. العلامات مع مايوركا أمامنا، الكرات العرضية، راسية هدف. هل أرجنتين الشباب أم أرجنتين النصر؟ جوانكا وراسي، جوانكا شوف بيتحركوا البعض كويس إزاي. الدنيا لعيب يلعب، لكن عبد الرحمن غريب قطعها، لمسة للحسن لتانيسكا، خطيرة. الأرض لرونالدو، رونالدو. تهتز الشباك الكتالونية، هذه الإعادة بالرأس، هذه العرض، الحكم يعطي إشارة، لارين يتقدم، لارين والهدف جول. يمشي الكنديلان، يدخل الكندي العرضية، والجول ممتازة. هو جول. ديمبلي خطيرة، وليفاندوفسكي تحت الضغط، وبالتالي يخسر الكرة. أمين أبو الفتح، أمين. وفي التحركات هذه العرضية الراسية، جول لمباراة حذاري من هذه الكرات العرضية خطيرة. ترفع هذه الكرة وبالراس، فرصة لا تأتي للسوسيداد، خطيرة من أجل الجول. انطلاقة في اليسار، يبحثون عن الثاني وصل، كذلك وصول في اليمين، عرضية داخل منطقة الجزاء، ليفاندوفسكي.